قلت ان كابتن شوقي حسين هو اللي جابك كده. ايوه خدوني، يعني هو اللي جالك على القهوه وخدك ومشي. خدوني ومشوا، كانوا خلصوا بقى، هم كانوا خلصوا. طب ما تيجي نروح على التليفون مع كابتن شوقي حسين نشوفه هيقول ايه وعن تواجدكم ونتكلم معاه باستفاضه. كابتن شوقي منورنا ومشرفنا، اهلا وسهلا بحضرتك في قناتك قناه نادي الزمالك. الله يخليك، ازيك يا كابتن؟ اخبار حضرتك ايه؟ انت عامل ايه؟ وحشني جدا يا كابتن. الله يخليك يا حبيبي. طبعا معانا ثلاث نجوم كبار من الجيل العظيم، جيل السبعينات والثمانينات في نادي الزمالك. طبعا معانا كابتن خواجه وكابتن حمامه وكابتن وحيد كامل. ازيك يا كابتن شوقي؟ احكي لي بقى ذكرياتك مع الكابتن وحيد وكابتن خواجه في دوري 78 يا كابتن شوقي. 78 كنت انا مدرب، مساعد مدرب مع الكابتن زكي عثمان. صح. احكي لي بقى اللعيبه دي كانت عامله معاك ايه يا كابتن؟ كانت بتشتغل معاك ازاي؟ اولا يعني كانت العلاقه ازاي بينهم وبين بعض جوه الملعب؟ لا لا لا، علاقه غير دلوقتي خالص. لا كانت علاقه حب وود وخوف وبتاع والكلام ده كله، مجموعه ما بتسيبش بعض ابدا يعني الحقيقه. يعني انا لما كنت حتى كنت بلعب معاهم، وبعد كده لما الكابتن زكي خدني معاه فبقيت ادربهم والحمد لله خدنا البطوله ساعتها 77. خدت الدوري من فريق الاسماعيلي يا كابتن شوقي في الوقت ده، صح؟ من الاسماعيلي، بس كان الاهلي بينافسنا بقى في الناحيه الثانيه مع اللي بتاع المحله. حضرتهم ازاي وعديت اللعيبه دي ازاي ذهنيا وفنيا وبدنيا كمان لمباراه الدوري دي يا كابتن شوقي؟ والله بيني وبينك انا عشان انا لعبت معاهم الحقيقه يعني ساعدوني انا كمان، وكابتن زكي كمان ساعدنا جدا جدا. وبصراحه راجل الواحد يفتخر بيه الله يرحمه، كان من المدربين العظماء، والناحيه النفسيه بالذات بيستعملها كويس قوي. كنتوا بتتابعوا الناحيه الثانيه كابتن شاوي؟ مباراه الاهلي والمحله كانت في نفس التوقيت. الله ينور عليك، وهم كمان اخروا 5 دقائق عن البدايه. كنتوا بتتابعوا في نفس الوقت المباراه بتاعت النادي الاهلي والمحله كابتن شاوي؟ ولا كنت مركز في فرقتك بس؟ لا مركز في فرقتي، وانا قاعد على الخط، ففي ناس ماسكه الميكروفونات. كانش في بقى موبايلات ساعتها؟ لا الراديو. لا واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة. فاحنا لما جبنا الجون الثاني اللي سمعناه بعد كده ان عايزين ياخدوا السادس كمان من سعيد عبد الجواد ماتش المحل. لا الحقيقه يعني كان موسم صعب شويه، وكان طب اقول لك على حاجه بس مش عارف بقى تتقال ولا لا. في السنه ديت لما لعبنا الاهلي احنا جبنا جون. وبعدين كان الحكم مش هقول اسماء، كان علي خليل اللي جاب الجول يا كابتن تقريبا؟ مش عارف حسن ولا علي. اللي هو ماتشين كان علي خليل، ماتشين، ماتش بتاع علي خليل وماتش بتاع حسن شحاته. لا هو بتاع حسن شحاته تقريبا. كان الوايم ما كانش فيه التخصص بتاع الاهلي والزمالك، ما كانش فيه التخصص بتاع اللايم مان. كان علي خليل يا كابتن في 78، كابتن حسن شحاته كان في 82. لا 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 لا، حسن كان موجود. انا بتكلم على الجول، الجول اللي حضرتك بتتكلم عنه كان اللي احرزه كان كابتن علي خليل في 78 ولغاه علي. وعلي اللي لغاه لما الحاج راح قال له لا مش جول. لا 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 لا، انت مش بتتكلم على ماتش الاسماعيلي يا خواجه؟ الاسماعيلي لا، هو بيتكلم ماتش اهلي وزمالك. اهلي وزمالك، اهلي وزمالك، على الاسماعيلي. لا يا كابتن، لا يا كابتن، كان اللاين مان حسام، محمد حسام، ما كانش في تخصص بتاع دلوقتي. ما كانش في تخصص، وانا واقف وراه. محمد حسام ما كانش لايمان، كان حكم. كان لايمان ساعتها 77، كان الكابتن حسام لايمان في 77. ماشي، بتاع احمد بلال. ما بقول لك كابتن احمد بلال اللي كان الحكم. الله يرحمه. لا كان بلال. من كان بلال. انا كابتن شوقي خد بالك بالموسوعه يا عم، انا حافظ البتاع لان انا بس. فجبنا جول، فالثاني صفى الاوفسايد اللي هو مين؟ بلال. فمحمد حسام انا وقفت وراه قلت له ايه ده وبتاع؟ قال لي بس يا شوقي اسكت اسكت. فجاي له احمد بلال قال له انت جاي لي ليه؟ انا مقشر لك جون. بالظبط، واتلغى الجون. واتلغى. يا ما اتلغى الجون يا عم. لا اتلغى اتلغى. كابتن شوقي، كابتن حمامه جالكوا في وسط الموسم في الوقت ده في 78، جهزته ازاي عشان يخش جوه الفرقه ويتالق بالشكل اللي تالق بيه في مباراه الدوري في 78؟ ما انا اقول لك على حاجه، اللعيب شوف هو جاي طبعا حامي وجاي عايز يعمل حاجه، واسمه كان كويس
وكان لعب، هو لعب كويس بصراحه حمامه يعني. كابتن شاوي، فاحنا دايما انت اللي اخترته يا كابتن. كنت بتفق انا والكابتن زكي مع بعض على اساس اللي ناقصه تمرين انا بمسكه بعد كده لوحده. في نقص عنده الاستراتيجيه، في نقص عنده في حاجه معينه بتتعمل بالتمرين. كابتن زكي الحقيقه كان سايب لي حريه كافيه يعني الله يرحمه. بس كان التعامل بس. كان التعامل في الجهاز الفني بينكم وبين بعض ازاي يا كابتن؟ هل كان في مدير فني؟ هل مدرب عام، مدرب مساعد، كل واحد في مكانه، ولا كنتوا كلكم بتتشاركوا في التمرين وفي وضع الفرقه وفي الشكل الفني للفرقه؟ كلنا بنقعد مع بعض في الاول. انت هتعمل كذا، تعال. كان معانا مين الجهاز بتاعنا؟ كان الكابتن زكي وانا، كابتن الدو، كابتن محمد علي، كل دول كانوا معانا. صلاح زكريا، كابتن الدو، وكابتن سمير محمد علي. علاج طبيعي. صلاح زكريا كان علاج، ما كانش موجود الاول، كان علاج طبيعي. بس اكتر بلعب. اكتر الاجيال يا كابتن شوقي اللي ريحتك في التعامل معاهم كلاعيبه، هو الجيل ده ولا الاجيال اللي بعد كده؟ لا هو بص، في اجيال كتير كمان صغيره ساعدتني كده، ما تعبتنيش يعني. وفي اجيال كبيره اللي انا اشتغلت معاهم دول الدرجه الاولى. بعدها على طول بقى كنت عايز برضه الكابتن ابو جوله كان عايزني، بس جالي عقد بره السنه اللي بعدها على طول. بس بيني وبينك لعيبه الزمالك زمان كانوا صغيرين ولا كبار، كان ما شاء الله عايزين عايزين يوم انت تكون مدرب بتحبوهم وتعملهم كويس على طول، لو قلت لهم يمين يمين شمال شمال. فعشان كده كان عندنا اجيال يعني، كانوا جيل طوع زي ما بيقولوا يا كابتن، كانوا بيحبوا النادي، يحبوا الفرقه، يحبوا النادي ويحبوا بعض، وعندهم الطموح وعندهم الرغبه وعندهم الثقه. فدي كلها عوامل كانت بتريح اي مدرب اكيد، والصفات دي كلها مش موجوده دلوقتي. لا لا اتلغت يعني. بالنسبه لظروف الحياه بقى ما اعرفش، ولا بظروف يا الله اعلم. انا نفسي لغايه دلوقتي مش عارف الكوره مالها قلبت قلبك كده جامده قوي يعني. انا مش فاهم يعني ليه. تفسرها بايه يا كابتن شوقي؟ تفسرها بال فرق، سياسه فرق تسد بالنسبه للي بيجي. فرق تسد، ولا عصر السرعه اللي بقينا فيه والسوشيال ميديا والحاجات الكتيره اللي بقت سريعه يا كابتن شاوي؟ ما ينفعش. انا اشتغلت في الخليج، وانت طبعا قاعد في الخليج. الخليج بيديها والثانيه، الدوري يبدا كذا يخلص كذا، انت تنزل اجازتك تيجي يوم كذا تشتغل كذا، معروف التاريخ بالظبط يعني، ما فيش تاخير ولا ماتشات ولا بتاع ولا الكلام ده كله، كله سواسيه مع بعض. طب اقول لك على حاجه مثلا، هديك شفت انت في السعوديه، اهلي الجهاز ده نازل، لو هنا مثلا الكلام ده هينزل لما هبط، فاكر؟ ايوه طبعا. طيب يعني هو احنا محتاجين في الكوره هنا تخطيط سليم، وما فيش بقى الشلاليه والكلام ده كله. لازم يبقى فيه جدول مظبوط من اول موسم لاخر. الحاجه الثانيه بقى اللي عايز اتكلم فيها كويس، انك تديني فرصه. اتفضل يا كابتن. موضوع الناشئين، كل واحد يجي مدير الناشئين يجيب الناس بتوعه ويمشي كويسين. النهارده انا ببص بروح اتفرج في الملعب، مدربين كلها صغيره ويعني بتفرج، محتاجين توجيه. انا لما مسكت قطاع الناشئين والخواجه، عندك كان خواجه ماسك تحت وانا ماسك الناشئين ومحمود سعد ماسك القطاعات كلها، قول له الشغل اللي عملناه هو خواجه جنب، قول له صحيح، قول له طلعنا مين، قول له لما كنا بنروح اختبارات جايبين محمد ابراهيم وصبري، كابتن صبري منهم. انت فاكر يا كابتن شاوي لما كنا بنروح نلعب المباريات، وانا تشرفت ان انا كنت مساعد مع حضرتك في فريق 99 97 لما في القاهره، لما كنا لا بنسافر الصعيد، كنت بتعمل معايا ايه وتقول لي اعمل فتره اعداد 4 اسابيع، طب اعمل لي فتره اعداد 6 اسابيع واحنا في القطر. عندنا صبر كويس انك فتحت الموضوع ده. انا اقول لك، انا عندي دلوقتي ماسك الحاجات بتاعت الشغل بتاعي، برامج 3 اسابيع فترة اعداد، وبرامج مراحل سنيه مختلفه، وانا عايز اجيبها لك التدريب. عرضتها على البهوات اللي كانوا ماسكينها قبل كده، اذا كان طارق او اسمه ايه اللي بعديه واللي بعديه، وقلت لهم انا مش عايز فلوس، خدوا يا جماعه اهو البرامج اهي، نفذوها او انفذها لكم شهر وخلاص. يا كابتن شوقي، ولا حد سال. يا كابتن شوقي، الله يديك الصحه يا كابتن شوقي، ربنا يخليك. الله يخليك حبيبي. كان الاول في كابتن حمامه معاك يا كابتن شوقي. مين؟ كابتن حمامه. ايوه ايوه ما انا عارف. يا كابتن شوقي، كان الاول في حق وعدل.
وكنتوا ماشيين بالحق والعدل، عشان كده كنتوا ماشيين كويس والدنيا كانت ماشيه كويس. ما اعرفش الدنيا بقى فيها ايه بقى. ما الدنيا فيها، ما انت مش شايف الدنيا ماشيه ازاي، غير النهارده بكره كذا، مصالح شخصيه، مصالح خلاص بقى عامة. خلاص بقى ما تسالش على الكوره بقى. ده اللي بنقوله خلاص بقى. ده الدنيا ماشيه كده خلاص. ده اللي انا بقوله، وانا بعيد عن الكوره ليه؟ عشان كده بالظبط. انا عشان مواضيع صعبه جدا كابتن شوقي. في حاجات كتيره جدا لازم نتكلم فيها مع حضرتك، ولازم نقعد ونعمل حلقه مع حضرتك نتكلم فيها باستفاضه ان شاء الله ونستفيد. انا عايز اجيب لك البرامج، انا عايز اجيب لك البرامج عارضها كلها من مراحل سنيه، من الصغير للكبير باذن الله. تشرفنا وتنورنا كابتن شوقي، ان شاء الله في حلقه مع حضرتك نتشرف بحضرتك وتعرض كل الحاجات اللي حضرتك بتفكر فيها، وان شاء الله نستفيد بيها ونفيد بيها المسؤولين في نادي الزمالك ان شاء الله. كابتن شوقي، كابتن شوقي حسين بشكرك شكرا جزيلا. كابتن شوقي حسين نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق.